وامبارح ده قال انا غصبتني حاجه اتذكرتها بعد ما مشيت البيت. جا قال بس اعترض على نقطه، قال ليه ما اتكلمتوا على الحاكمين بالديمقراطيه وحكمهم؟ انت ليه ما قلت ليه ما كتبتوا الكلام في التوحيد؟ وده من اعظم خلافاتنا مع التكفيرين والسروريين، السروريين والتكفيرين ذات من اعظم خلافاتنا معهم. ليه؟ لانه بيعتبروا الحديث عن التوحيد قضيه هامشيه، والكلام في العقيده بفرق الامه. حتى قال قائلهم صادق عبد الله بتاع ده قال نحن تطورنا من الكلام في القبور شرك القبور وتطورنا الى الكلام في شرك القصور. تطور والكلام في القبور دعوة الأنبياء. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدي من أعظم خلافاتنا مع التكفيرين ديل. إنه الجماعة ديل بيعتبروا الدعوة إلى التوحيد قضية ثانوية، القضية الأساسية الدعوة إلى الحاكمية عشان يمسكوا الحكم. عبد الحي قاعد مع الديمقراطية كاريرك تاني وتالت ومية. عبد الحي الآن مع الحكومة اللي أنت بتقول كافرة شيخك. محمد عبد الكريم مع الحكومة اللي انت بتقول كافرة والهزاته كان علمك انه الحكومة كافرة. كلهم جوا على دين الزاكي، كلهم جوا مع الديمقراطيين ومع العلمانية، كلهم معاهم جوا. فانت ما عندك مبدأ خالص دقيقة. ويغش البنات ويغش الاولاد في المكتبة العلمية هنا. خالد الراشد وارتطمت السيارة بالجدار. يا جدار بتاع شنو؟ يا اخي في توحيد، في عقيدة، جدار بتاع شنو يا اخي؟ عندك دين، عندك علم، قال الله، قال الرسول، عقيدة، الرسل جد. في ناس انتشر في اقوام واللواط. جو قال الناس اعبد الله براو. رسل لوط عليه السلام. في رسل انتشر في اقوامهم التطفيف في الميزان. قالوا لهم اعبد الله براو التوحيد، عمر التوحيد، لانه ده اللي وصلح ده بيصلح. النبي عليه الصلاه والسلام قال لقى ناس عندهم زنا، عندهم شرب خمر، عندهم تبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، عندهم جرائم، عندهم قتل، عندهم حروبات. قال لهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وفي اي حاجه ولقى الحاكم كافر، مكه دي الحاكم فيها كان مسلم؟ انا بسالك، لما الرسول بعث الحاكم بتاع مكه كان مسلم؟ كان صحابي؟ هم نسبوا لهب ابو جهل سادات الكافرين في نار جهنم. الرسول خلى حاكم ولا ما حاكم؟ دعاهم للتوحيد لان الناس لو وحدت وعقائدها صلحت بعد ذاك بيجي الحاكم الصالح. لكن تعاملها كلها حاكميه وكل ما تجي ناطق ديمقراطيه وما عارف ليه والحاكم كافر وما كافر وهلم نخرج وهيا الى الجهاد وداون. اخرج يا اخي، اخرج ريحنا نمشي. فده منهج الجماعه ديل باختصار وما يحتاج كلام.